60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 57 من العام 2017. في هذه الحلقة سنحاول أن نواكب معا الخلاصات، المسارات الحاكمة التي أفرزتها تطورات الشهر الأخير، سواء التطورات الميدانية أو التطورات السياسية أو التطورات الدولية. برزت خلال الشهر الأخير، يعني منذ ما بعد قمم ترامب في الرياض، التهيؤ لقمة دول العشرين وما سيجري على هامشها من لقاء قمة كان منتظرا بين الرئيسين الأمريكي والروسي، إعلان وقف النار في جنوب سوريا، المناخ المحيط بالمعارك الدائرة في سائر المحاور والمناطق والتي يبدو فيها الجيش السوري يعني متسارع الإنجازات، واضح الغوطة الآن، ما لم يحسم منها قيد الحسم، ما لم يبت منها بالتسويات سيبت عسكريا، واضح منطقة الرقة مثلا أن أكثر من نصف الريف أصبح بيد الجيش السوري، حقول النفط، حقول الغاز، التقدم باتجاه دير الزور بات على ألسنة القنوات المعادية لسوريا، يعني العربية والجزيرة والقنوات الغربية، الحديث عن سحب مفردة مستقبل الرئاسة السورية من التداول في أي تفاوض قادم أصبح مسلما به على الأقل عند الفاعلين الغربيين الكبيرين في الملف السوري، أمريكا وفرنسا. تركيا واضح أنها مربكة بعدما أضاعت فرصة أن تكون هي اللاعب المعتمد من جانب روسيا وإيران، يعني أستانا تحتاج إلى إعادة تقييم، أنه هل لا يزال مسار أستانا بمعناه السياسي، ممكن يبقى تقنيا أنه الملف الأمني بأستانا، لكن واقعيا كمسار سياسي كان عنوانه اجتذاب تركيا إلى محور روسيا إيران لتحمل أعباء ومكاسب الدور الذي كانت ستطلع به الولايات المتحدة الأمريكية. ما بعد التموضع الأمريكي على خط التسويات، شو عاد فائدة تركيا؟ يعني صار أنه روسيا وأمريكا بموقع واحد، وهذا الموقع بيقول وحدة سوريا أساس. طيب تركيا حتى ما بيعود عندها سبب في هذه الحالة تحت عنوان القلق من الملف الكردي، لأنه سيتم استيعابه واحتواءه ضمن معادلة دولة سورية واحدة ومشاركة الأكراد في مؤتمر جنيف، ويمكن هني ياخذوا الحصة الوازنة اللي بقى تطلع على المعارضة بتركيبة الحكومة الجديدة، وأنا أميل إلى هذا طبعا، لأنه برأيي سائر مكونات المعارضة تافهة ولا تستحق أصلا أن تعطى شيئا، باستثناء طبعا يعني منصة موسكو اللي الروس يرعونها، قدري جميل يعود ومعه صالح مسلم الممثل الأبرز للأكراد، فبصير في حقيبة اقتصادية بياخدها قدري جميل، وحقيبة وازنة يمكن تكون ذات صلة مثل الإدارة المحلية، حتى ممكن الداخلية، يعني ما في مشكل مع وجود العلاقة اللي هلأ مبينة يعني بالتنسيق الميداني مع الأكراد وعودتهم مثل ما بيقولوا إلى البيت السوري، سهل الوصول إلى تفاهمات في هذا المجال عندما يسقط وهم وخرافة الحديث عن الانفصال والدولة المستقلة وسواها، على الأقل أنه لما عم تحكي عن المكون الكردي عم تحكي عن مكون شرعيته ببيئته حقيقية مش مفتعلة مش كاذبة، يعني هو جير خطأ بعض من وزنه المحلي لحساب قوة إقليمية أو قوة دولية، أما الآخرين فهم ثمار تدخل خارجي، يعني هم معدومو الوجود في الداخل السوري بقوة المال، بقوة السلاح، بقوة الاحتلال الأجنبي، يعني اللي ماشيين مع الأتراك بالشمال أو اللي ماشيين مع الأمريكان بالجنوب، هم بقوة الحضور الأمريكي أو بقوة الحضور التركي اللي هو حضور احتلالي، وبقوة السلاح وبقوة المال السعودي والقطري، صار عندهم شوية سوريين وراهم. أما الأكراد لا، حقيقة
الممثل السياسي للأكراد، يعني سواء اتحاد ديمقراطي أو اللجان الحماية، يعني المجموعة العاملة في ظل حزب العمال، واضح أنها تمثل فعليا المكون الكردي في سوريا. وبالتالي الدولة السورية اللي عم تنطلق من حسابات مستقبل البلد، بهمها أن تستوعب في قلب لعبة الدولة المجموعة الممثلة فعليا لشريحة من السوريين. الباقي كرمال تراضي الأمريكان وتسكتهم ويفتحوا السفارة وترجع المتاجرة، الفرنسيين أنه بيطلع لهم هيثم مناع، الأتراك بيطلع لهم حدا من جماعتهم. هاي مسائل لمرة واحدة، لأنه بعدها الانتخابات هي التي ستتحدث وهي التي ستقول من يمثل ومن لا يمثل، وكل واحد بحجم ما يمثل سيكون له حضور وحصة في المعادلة السياسية. عم بقصد من هذه المقدمة اللي بعد ما شخصت الموضوع اني اقول نحن رايحين على مرحلة جديدة ترتسم معالمها. هذه المرحلة الجديدة واضح ان فيها محور دولي بدنا نناقشه، واضح ان فيها محور عسكري بدنا نناقشه، واضح ان فيها محور سياسي بدنا نناقشه. بدنا نبلش بالمحور الدولي. بالمحور الدولي الصورة الجديدة كما ترتسم على الاقل حتى الان هي التالية. اولا، نحن امام ثلاثي يتطور وينمو ويتبلور شيئا فشيئا، مش رح يصير بكبسة زر، لكن هذا الثلاثي من هون لآخر السنة رح يكون هو اللاعب الذي يشكل عنوان المعادلة الدولية لسوريا، اللي هو روسي أمريكي فرنسي. قطعا الروس لن يدخلوا وحدهم، سيدخلون معهم الصين، سيدخلون معهم إيران، وهذا هو محور الحديث عن مجموعة اتصال دولية حول سوريا. شو بيعني هالشي؟ هذا بيعني انه نحن خلال فترة الحرب على سوريا او ما يصطلح على تسميته بالازمة في سوريا مرينا بمرحلتين على الاقل، ونحن الان ندخل المرحلة الثالثة. المرحلة الاولى كان في زمان مبادرة دولي بايد طرف واحد مشكل حلف للحرب على سوريا سماه اصدقاء سوريا، وضم هذا الحلف دول عظمى في مجلس الأمن، هي أمريكا فرنسا بريطانيا، دول إقليمية على الأقل أربع دول فاعلة ونشطة، هي تركيا إسرائيل السعودية قطر، مال سلاح جيوش مخابرات، وحوليهم مجموعة دول إما مصفقين وإما مساهمين بالإعلام، ووصل العدد بمرحلة معينة لل 110 و 112 دولة بالعالم. هذه المرحلة تقريبا انتهت بال 2013 عندما بدت روسيا وإيران وقد انخرطتا فعليا في الصراع في سوريا، ودخلتا مرحلة اعتبار أن الحرب على سوريا هي حرب عليهما. وقتها إذا بنرجع منتذكر كيف إيران وقفت المفاوضات مع الأمريكان حول ملف النووي لمجرد أن طلب منها دمج الموقف من الوضع في سوريا بقلب المفاوضات. وقتها روسيا استخدم الرئيس بوتين انذاره الشهير للرئيس الامريكي باراك اوباما لسحب اساطيله من المتوسط بعدما جاءت لتنفيذ ضربة عسكرية لسوريا، واسقطت روسيا الصاروخين الاختباريين اللذين اطلقتهما البوارج الامريكية، وشغلت كل شبكات الانذار في سيبيريا وربطتها بالدفاعات السورية وفتحت مستودعاتها لسوريا، وافرجت عن الصفقات اللي كانت بال2010 وقعت ولم تنفذها روسيا كرمة لعيون الامريكيين والاسرائيليين، منها الاس اس 300 ومنها الياخونت ومنها الالكسندر اي 1 وسواها من المعدات العسكرية، وبدا واضحا ان الموقف الروسي يضرب بيده على الطاولة. من هذا التاريخ بدا يتبلور حلف مقابل حلف، فصار مبين انه في دول البريكس اللي هي البريكس نقصد فيه طبعا روسيا الصين جنوب افريقيا البرازيل الهند، ومعها دول شنغهاي، حلفين كبيرين قلبهما روسيا وإيران والصين، باللعبة الدبلوماسية روسيا والصين، وباللعبة العسكرية روسيا وإيران، بالمعادلة الاقتصادية إيران والصين. وواضح كان أنه هذا الثلاثي يقود حرب الدفاع عن سوريا في مقابل حلف يقود الحرب على سوريا، ويتشكل بصورة أساسية من قوى فاعلة. عم نحكي عن أمريكا فرنسا دوليا، وعم نحكي إقليميا عن تركيا إسرائيل السعودية قطر. هاي المرحلة استمرت من 2013 حتى اليوم. هلأ بال2016 حدث تحول بدأ يتبلور من خلال بدء خروج تركيا وفرنسا من الحلف المقابل،
وهو بدء متدرج من خلال طرح تساؤلات، من خلال استشعار مخاطر. يعني بدأت فرنسا قبيل الانتخابات في الحقيقة يبرز فيها رأي عام، قبل ما نحكي عن السلطة السياسية، رأي عام يقول بأن موقفنا من الذي يجري في سوريا يجب أن يتغير. وهذا الرأي العام بدأ يعبر عن حاله من خلال ضغط قضية النازحين وضغط استهداف تنظيم داعش للأمن في أوروبا والذي تقع فرنسا في قلبه. وبلش هذا النقاش يعكس نفسه على خطابات المرشحين الرئاسيين. شفنا مارين لوبان شو عم تحكي، شفنا اليسار الراديكالي، شفنا الوسط يعني فرانسوا فيون، وبدأنا نتلمس وهذا اللي حكيت عنه أنا بوحدي من الحلقات اللي كانت مخصصة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، كيف أنه 60% من الرأي العام الفرنسي وقف تحت عنوانين مشتركين، الأول وهو أن لا قضية لنا في أن نجعل إسقاط الرئيس السوري هدفا فرنسيا، والعنوان الثاني هو أن علينا أن نبدل موقفنا من الحرب في سوريا، لأن بقاء الحرب مشتعلة في سوريا يعني بقاء داعش والنصرة أي الإرهاب متجذرا، وقاعدته وعاصمته للانقضاض علينا تكون هي مناطق سيطرته في سوريا. وبالتالي هذا التبدل تحت ضغط قضية النازحين أيضا اللي عملت تغييرات هيكلية في بنى الاقتصاد والمجتمع في أوروبا، خصوصا ألمانيا فرنسا اللي تحت تأثير مباشر لآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من الوافدين اللي بيجوا بدهم ياخدوا شغل، واللي بدهم أماكن سكن، واللي بدهم مأكل مشرب. وبذات الوقت نظرة السكانية لهذا الوافد الجديد في جزء منها نظرة عنصرية، انه اللي مسلمين جايين يغيروا لون اوروبا، وفي جزء منها نظرة اذا مش عنصرية وطنية، بمعنى انه اخي نحن اولاد البلد وحق بلدنا ليش بدنا نحمل هذا العبء، وفي جزء منها لا سياسي انه اذا كانت حكومتنا ارتكبت حماقة بان صدرت الارهاب الى سوريا فصدر لنا النازحون من سوريا، تعال نرجع للعبة من الاول، نسترد الارهابيين ونحاكمهم ونحاسبهم ونسكر عليهم ونرجع النازحين. وفي كل الأحوال كان المناخ في الرأي العام الأوروبي لكن بصورة خاصة الفرنسي واضح بأنه ينتج بداية تحول. هالتحول شفناه بعد وصول ماكرون اللي أصلا ينتمي لخيار مناوئ لخيار سوريا، مناوئ لموقع روسيا، مناوئ لإيران، لكن المصالح والمتغيرات هي التي تفرض السياسات. وشفنا ماكرون عم بيقول لا بدنا نتعاون مع روسيا، الرئيس الأسد ليس هدفا، لا مانع من أن نمد يدنا له لأنه لا بديل شرعي للرئيس السوري، ولا نريد أن نرى سوريا مفتتة أو نراها دولة فاشلة أو نرى داعش والنصرة يتقاسمان السيطرة في مناطق أساسية فيها. فالمؤشر الأول كان فرنسا، الثاني تركيا اللي ظلت طبلعت مثل بيقولوا، يعني بتروح يمين بترجع شمال بيعلى موقفها بينزل، لكن واضح أن تركيا لم تعد هي تركيا التي كانت قبل 2015. قبل 2015 تركيا كانت هي رأس الحربة، كانت هي القلعة التي تستند إليها قوى الحرب على سوريا، جيشها، جغرافيتها، اقتصادياتها، حدودها المشتركة مع سوريا، امتداداتها الديموغرافية مع التركمان وغيرهم من السكان السوريين، كله كان يجعل تركيا هي دولة الحرب الأولى. واضح أنه بعد أن خاضت تركيا اختبار الاصطدام حتى النهاية مع روسيا ووجدت نفسها وحيدة وتخلى عنها الأطلسي ولم يقف أحد إلى جانبها وتخلت عنها دول الخليج ماليا وكسدت سياحتها وزراعتها واقتصاداتها واضطرت أن تحدث تحولا نوعيا في موقفها بالذهاب إلى روسيا معتذرة، وأعقب هذا رهانها على معركة حلب وخسرت الرهان، وأعقب هذا رهانها على ضربات ترامب وخسرت الرهان، واضح أن تركيا صارت في موقع يشعر بأن الخطر عليه متأتي من إمكانية ولادة خصوصية كردية في الشمال السوري، وهذا عمل مسافة بين الأتراك والأمريكيين صارت علنية وما عادت خافية على أحد، وعمل مسافة بين الأتراك وحلفاء الأمريكيين اللي بقيوا ماشيين مع الأمريكان بخط الفوضى وخط التفتيت والتقسيم اللي على رأسهم إسرائيل والسعودية. لكن هذا الانفكاك التركي مع المرحلة الجديدة ما نرجع نقرأ، لكن نحن عم نقول انه مرحلة اولى كان الامريكي مستفرد بالمعادلة الدولية، كانت هاي المعادلة الدولية معادلة عزل سوريا، اسقطت من الجامعة العربية،
هيئة لمشروع قرار في مجلس الأمن لعزلها وخوض عقوبات ضدها والذهاب إلى فصل سابع ووضعها تحت إشراف مجلس الأمن على الطريقة الليبية. عطله الفيتو الروسي لكن لم يتبلور، والصيني لكن لم يتبلور، كان حينها بعد حلف موازي للحلف الذي تقوده واشنطن. فكان هاي سمة الوضع لل 2013-2015 توازن. من 2015 لل 2017 عندنا بداية تفكك في حلف أمريكا، تماسك في حلف روسيا، إيران، الصين. من 2017 وجاي عم نحكي عن صورة دولية جديدة فيها ثلاثي روسي صيني روسي أمريكي فرنسي، عنوانه أولوية الحرب على داعش، الرئاسة ليست مفردة للتفاوض، يعني بقاء الرئيس الأسد، سوريا موحدة، الجيش السوري هو العمود الفقري لوحدة سوريا، حلفاء سوريا أي إيران وحزب الله في المناطق التي هم فيها أمرهم غير قابل للنقاش، من يريد أن يتفادى تقدمهم أكثر عليه أن يسلم مناطقه طوعا للجيش السوري. إذا بدكم ها هي المعادلة، وهذا يخص الإسرائيلي، يخص التركي، يخص الكل حتى الأكراد. وبالتالي هاي سمة أولى أننا نذهب إلى وضع دولي جديد. هذا الوضع الدولي الجديد بدنا نبلش نشوف نتائجه لما بيتفقوا الروس والأمريكان ومعهم الفرنساوي والصيني وأوتوماتيكيا البريطاني مهما عيط وليط. يعني في نهاية المطاف سنكون أمام قرار دولي، معادلة دولية شرعنت وحدة سوريا، شرعية رئيسها، شرعية جيشها. هذا بده يكون عنوان المرحلة القادمة على مستوى الإطار الدولي للأزمة السورية. فإذا أول تحول نحن سنكون على موعد معه خلال الشهور القادمة هو انقلاب المشهد الدولي من مشهد عنوانه استهداف سوريا لعزلها لإسقاط رئيسها. حتى مشروع قرار مجلس الأمن اللي كان اسمه هيئة حكم انتقالي كان يمر بشو؟ بتعليق العمل بالدستور، يعني ما بيبقى فيه لا رئاسي ولا برلمان ولا شيء، ومجلس الأمن بحط إيده بموجب الفصل السابع وبيقول انه قررنا تشكيل هيئة حكم انتقالي قيامها الافراد التالي اسماؤهم والاد، ويمنحون كامل السلطات الدستورية باشراف احد المعينين من قبل الامم المتحدة، اللي يمكن يكون جيفري فيلتمان على طريقة يعني بريمر بالعراق. طيب هذا راح خلص. المرحلة الثانية اللي هي تجاذب دولي حاد ومكاسرة ايرادات تصل الى حد الاقتراب من الاشتباك المباشر بين الروس والامريكان. الايرانيين والامريكان عمليا اشتركوا، السوريين والأمريكان اشتبكوا، الحدود العراقية السورية كيف حسمت، والأمريكان عاملين خط أحمر ونازلين بطياراتهم ويقصفوا ويضربوا. وبالتالي هذا انتهى أيضا. نحن الآن ندخل المرحلة الثالثة اللي هي بداية التشبيك، من الاشتباك إلى التشبيك. هذا العنوان الأبرز على المستوى الدولي، سوريا الانتقال من الاشتباك إلى التشبيك. تشبيك يعني تداخل والتعاون وبلورة وضع دولي جديد. المستوى الثاني مستوى عسكري. بهالمستوى العسكري واضح انه كان في عندنا مجموعة اشكاليات بدون حلحلتها ما في امكانية للوصول الى عنوان عسكري واحد. والعنوان العسكري الواحد ليكون له معنى ومقبول من محور المقاومة بده يكون جيش سوري. ما في عنوان تاني انه لنقول هذا مثل يعني عم نبصر لنستكشف لنشوف انه شو هو العنوان العسكري. ما بده كتير تحليل العنوان العسكري، في عنوان عسكري واحد يمكن ان يقبل من قبل محور المقاومة، من قبل الدولة السورية وحلفائها، وهو ان يكون الجيش السوري عنوان الامن في سوريا، عنوان الامساك من الحدود الى الحدود. طيب على الضفة المقابلة بده ينقبل هذا الموضوع، لينقبل بده يمر بمراحل. بهذه المراحل نحن لمسنا انه مرت مرحلة كان في مجموعة اشكاليات لا يستطيع الامريكي ان يتخطاها حتى يصل الى هذا القبول. بالمبدأ ما في شيء عند الامريكي بيخليه يقول لا للجيش السوري، يعني اذا وصل لقناعة بانه لابد من التسليم بالرئيس السوري فاوتوماتيكيا هو يسلم بالجيش السوري، لانه هو بده دول متماسكة قادرة لما بصير عم يقبل بالرئيس، يعني لما عم يطلع من لعبة ادارة الفوضى بسوريا، عم يطلع من لعبة تقسيم سوريا انه هو ما في فايدة منهم، ما حيعيشوا سوريا وحلفائها مكملين وما حيتركوا مجال، وبالتالي الافضل ان يتم هذا بالتراضي من ان يتم رغما عنه. اذا وصل لهون بصير بفضل الجيش.
يعني بفضل أن يدمج التفاهم على الرئاسة بتفاهم على الجيش، لكن هو ما بيقدر أنه ينفذ هذا الشيء بدون حل عقد. بيحاول أنه يغير ببنيات الجيش، بيحاول أنه يضغط باتجاه دمج الميليشيات بالجيش وإعادة هيكلته، تشكيل مجلس عسكري مثل ما بلشت تتفلسف القنوات التابعة للأمريكان، ونادى المجلس العسكري هو بده يكون بديل لقيادة الجيش، وبده يكون فيه ممثل للجيش الحر وممثل للأكراد، خراطة يعني قد ما بتكون. وسقف ما يمكن أن يقبل به الرئيس السوري والجيش السوري هو قوات دفاع وطني، أنه شرفه مثل ما في قوات دفاع وطني مشكلة من المؤيدين والموالين للدولة الآن اللي بدهم ينضموا للحرب على الإرهاب ضمن مفهوم التسوية السياسية، يتحولوا إلى قوات دفاع وطني، وبالتالي تحت إمرة الجيش. هاي قوات دفاع الوطني تعمل تحت إمرة الجيش السوري، واللي مستعد لها الشيء من لا يصيغه، وإذا في أفراد منه عليهم مشاكل بنعمل لهم تسويات، واللي ما له تسويات بيلاقي بيدبر حاله وبيطلع برات سوريا. واقعا النقاش كان بالنسبة للأمريكيين يطال بشكل أساسي ثلاثة أوضاع، أو خلي نقول أربعة أوضاع. الوضع الأول له علاقة بالأكراد، أنه شو بنعمل بالأكراد، كيف نستطيع أن نقول الجيش السوري وبالمقابل في عنا بنية عسكرية عم نجهزها ونهيئها لتكون هي عصب أمريكي في المنطقة. كانت هذه عقدة بالنسبة للأمريكيين، عم بحكي بالنسبة للجيش الأمريكي على الأقل، لأنه السياسة الأمريكية ممكن تقول المصلحة هون وتمشي. الجيش الأمريكي اللي بذل جهد وبنى ناس وشكل هياكل وتشكيلات عسكرية ودرب ضباط وصاروا على صلة يومية معه وعنده خطط وأحلام لمشاريع مستقبلية لقوة ضاربة في قلب الشرق الأوسط، كان عنده هذه الإشكالية. هذا واحد. وكان يغذي هذه الإشكالية ثقته بأنه سيتمكن بواسطة هذا التشكيل الكردي المسلح، يعني قوات سوريا الديمقراطية، أن يحسم معركة داعش بالرقة، وأنه لما بنحسم فيهم معركة داعش بالرقة حتى الجيش السوري والدولة السورية مضطرة تأخذ بعين الاعتبار أنه اللي أخذ الرقة رح يكمل عدير الزور ورح يكمل أنه بصير يعني عنده وهج هذا الانتصار ويترسمل عليه وتلتحق فيه قوى مسلحة وبيكمل المدحلة. القوة الثانية هي اللي شكلوها بعمان ودربوها وجهزوها، مرة بيقولوا 6500 مرة بيقولوا 3500، هذه المجموعة التي تشكل بالنسبة للأمريكيين عصب، مرة اسمها جيش سوريا الجديد، اللي بالتنف، اللي قوات البادية، اللي أبو أحمد العبدو، ما المجموعات اللي عم تسمعوا فيها كلها، قوات حوران أو بركان حوران، هذه المجموعات التي تعمل في الكنف الأمريكي كمان كان في رهان عند الأمريكي أن يتمكن عبرها من الإمساك بالحدود السورية العراقية، وبالتالي هو خاض معركة فرضها على الحدود السورية العراقية، وأنه إذا نجح وأخذ فيها الحدود السورية العراقية أوتوماتيكيا وطبيعيا أخذ فيها الحدود السورية الأردنية، وبالتالي هون بصير عنده شو بيعمل بهذه القوة وهي تحمل هذه النجاحات وهذه الإمكانات، وبتبلش 6500 بتخلص 50,000 لما بتكون عاملة انتصارات بهذا الحجم، وراءها هذا الدعم الأمريكي السياسي، وطبعا السعودية ما حتبخل بالمال لمزيد من الكيد يعني بحق سوريا وإعاقة وحدتها وتعافيها. هذا المشهد أو البعد الثاني أو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث كان له علاقة بإسرائيل. إسرائيل طبعا المتشابك مع السعودية بمصالح واحدة تعطيل قيامة الدولة في سوريا. السعودية مستعدة تمول ومستعدة تبخ إعلام ومستعدة تخلي جماعتها بسوريا يلتحقوا بالمشروع الإسرائيلي، لكن في شيء أكيد، أن السعودية بعد حرب اليمن يوما بعد يوم، ونحن نكاد ننهي السنتين ونصف من حرب اليمن، ما عادت هي السعودية التي كانت قبل حرب اليمن. السعودية بعد أزمة قطر وحرب اليمن ما عادت هي السعودية اللي كانت قبل. السعودية الآن هي قوة مشلولة، هي قوة تتسول الدعم. يعني لما منشوف عادل الجبير كان قاعد بالرياض ويجوا لعنده الوزراء ويجوا لعنده الدول وهو يحط شروط لموضوع سوريا، ونسمع كل جمعة مؤتمر صحفي بيطلع علينا فيه انه لا حل ببقاء الأسد وإلى آخره، وينه عادل الجبير اليوم؟ قاعد ينط هو من عاصمة لعاصمة ليتسول تفهم للأزمة مع قطر، ليتسول تفهم للأزمة مع قطر، ويعد سنرسل لهم يعني ما يؤكد وجهة نظرنا وانه دخيلكم يعني خففوا ضغط علينا. وبالتالي
هذه السعودية الآن هي ليست السعودية التي كانت قبل سنتين، هي سعودية تانية، هي سعودية بسوريا لا تؤخذ بكلماتها، لا يقام لها حساب. حتى جيش الإسلام تبعها كان من يومين مبلش يقول أنا جاهز أني حل نفسي وفوت بتشكيل معين تحت عنوان مقبول من الدولة السورية ليشكل أساس لحل أزمة الغوطة. من أبل أنه بده يحافظ على خصوصيته العسكرية، أنه على طريقة طرح دمستورة لحلب، أنه المسلحين تعول النصرة بيطلعوا ومنسلم حلب للمجلس المحلي اللي مشكلته النصرة. قالوا الحلوق السوريين، الوزير الوليد معلم قال له مع السلامة، بلا ضبوا لهالملف ويلا. طبعا هذا كان قرار سوريا، والآن قرار سوريا هيك انه بدك تعمل لي انه سميناه الجيش الوطني الموحد من سلمك دوما والغوطة وبتعمل كانتون، هذا حلم ابليس بالجنة حبيبي. ولكن هذا مؤشر تفكير هيك على طريقة النصرة، يعني حي بتغير لون جلده، هو شعور بالمأزق انه جيش الاسلام يقول انا بحل نفسي وبندمج، وهذا يعني عم بفتشوا عن مخارج. هاي حال السعودية. فبالتالي السعودية مش هي الحساب، هي الحساب اذا الاسرائيلي له موقع ومكان ودور ورؤية. بالماضي كان الاسرائيلي هيك، كانت حسابات الاسرائيلي انه الجيش السوري مستنزف بكل الجبهات، وانه الجيش السوري ما قادر يعمل شيء بمنطقة الجنوب، وبالمقابل هي معتمدة على جبهة النصرة اللي هي العصب الأقوى في الجماعات المسلحة، وعبره تتمكن من إبعاد المقاومة بمسافة 20 و25 ومرات 40 كيلومتر عن خط الجولان، وبالتالي عم بتدير أمور على هذا الأساس. فليش يكون الجيش السوري هو العنوان بأي تسوية قادمة؟ ما في مصلحة. هون كان في نفع للمال السعودي وللإعلام السعودي لأنه في مشروع إسرائيلي. هل لا زال هذا هو المشروع الإسرائيلي؟ هذا هو السؤال. هلا طبعا سمعنا نتنياهو بباريس بعد لقائه مع ماكرون عم بيقول انه هو ابلغ او اعلن رفضه لوقف النار، وانا بقول لكم كذاب. كذاب لانه الدراسات الاسرائيليه، وانا هنا اتحدث عن ندوه عقدت في صحيفه معاريف شارك فيها تقريبا كل من يمثل القياده في اسرائيل، يعني من الجيش للمخابرات للباحثين للدارسين لوزراء سابقين للامن، وزراء سابقين للحرب، في يعني كل الطبقة المعنية بالقرار بإسرائيل حول وقف النار، أنه بذكرى حرب تموز تعالوا نعمل تقييم استراتيجي لوضع إسرائيل الجديد. شو الخلاصة اللي طلعوا له؟ الخلاصة اللي طلعوا له أنه أولا نحن راهننا على الحرب في سوريا، ونحن مولنا وسلحنا ودعمنا سياسيا واشتغلنا مع الأمريكان ومع غير الأمريكان لتستمر الحرب في سوريا، وكانت لنا يد في الكثير من الأحداث في هذه الحرب في سوريا. علينا أن نعترف أن فشلنا في سوريا أكبر من فشلنا في تموز 2006. هاي الخلاصة. أولا هيك عم بيعددوا، يعني بيقول له أولا لقد فشلنا في إسقاط الأسد، وبات الاعتراف ببقاء الأسد أمرا يحتاج إلى وقت قليل، خلص هذا أمر انتهى، وعلينا أن نتعايش من الآن على قاعدة أن سوريا القادمة هي سوريا التي عملنا لإسقاطها بلا لف وبلا دوران. فالأسد هو نفسه لم يتغير في نظرته للأمور شيء ولا في تحالفاته شيء، بل سيصبح أشد شراسة بعد عودته منتصرا من الحرب. 2 حزب الله الذي رهن على أنه سيستنزف في حرب سوريا يخرج منها أكثر عددا عديدا عتادا سلاحا تحالفات. حشد الشعبي ما كان جزء من محور المقاومة، الحرس الثوري ما كان على أبواب دمشق وعلى أبواب درعا، وبالتالي نحن قدام جيش من مليون يضم حزب الله ويضم الجيش السوري ويضم الحشد الشعبي ويضم الحرس الثوري الإيراني، وهذا الجيش قادر أن يكون مليون على الجبهة، وبظهره لبنان محمي أمنيا من الجيش اللبناني، سوريا محمية أمنيا بما تبقى من جيشها، العراق محمي بجيشه لأنه مش مشارك، وإيران محمية بجيشها، قادرين يرمولنا مليون على خطوط النار، وهالمليون معهم قدرة صاروخية لا نستطيع ردها، ومعهم حماية جوية ما كانت موجودة بالدفاع الجوي، يعني ما كانت موجودة في السابق، ونحن من يخشى الحرب الآن. ها قراءة إسرائيل. وبالتالي إذا كان هذا الأهم التفاهم الروسي الأمريكي ينتج لنا وضعا شبيها بالقرار 1701 على حدود لبنان، فهذا القرار الذي سوقناه بأنه يمنحنا وعدا بإبعاد حزب الله
وهو لم يفعل هذا ونحن نعلم أنه لن يفعل هذا، لكنه ساعدنا في إيقاف حرب فاشلة. فال 1701 اللي هلأ منتفلسف عليه أنه ما نجح بإبعاد حزب الله، نحن منعرف أنه نحن اللي فشلنا بإبعاد حزب الله، وقبلنا بال 1701 بوعد كاذب ونحن عارفين أنه الوعد كاذب. ليش؟ لأنه أوقف حربا فاشلة وقدم لنا ضمانات منع الاحتكاك، أنه هذا الانتشار بتاع اليونيفيل مش ليمنع حزب الله، نحن ما قدرنا، مراهنين على اليونيفيل بتمنع حزب الله كنا، لكن نحن هذا عملنا حاجز لمنع الاحتكاك. فأهمية التفاهم الروسي الأمريكي في جنوب سوريا، هذا الكلام الإسرائيلي، أنه يقدم لنا وعودا كاذبة بإبعاد حزب الله والإيرانيين، ونحن نعلم أنها وعود كاذبة، ونحن نعلم أنه لا يهم أن يتواجد حزب الله والحرس الثوري على خط الحدود طالما أن الرئيس السوري باق، فالرئيس السوري سيتكفل بأن يأتي بهم إذا لم يأتوا. هاي الإسرائيليين هيك عم يحكوا، وبالتالي نحن نعرف هذا وعد كاذب. لكن هذا الوعد الكاذب كما قبلناه في جنوب لبنان مع قبولنا بال 1701 نقبله الآن على الحدود مع سوريا للسبب ذاته، أنه يوقف حربنا الفاشلة ويمنع الاحتكاكات. فإذا إسرائيل لم تعد القوة الدافعة، تعالوا نكمل على الباقي، نكمل على الباقي لنقرأ شو وضع الأطراف الأخرى. طيب إذا كان على الجبهة الأردنية أو الأردنية العراقية مع سوريا، يعني من التنف إلى الحدود السورية الأردنية، الجماعات اللي دربوها الأمريكان بالأردن لهيئوها، شو صار وضعها؟ شو طلع منها؟ الاختبار الأساسي كان هو الحدود السورية العراقية، إنه هون لشو عم تعلفهم أمريكا، ولا شو عم تسلحهم، ولا شو عم تعطيهم معنويات، ولا شو عم تقول إنه هاي قوات حليفة ما بنقبل حدا يقرب على مناطق تواجدها، لمهمة. وهذه المهمة الحقيقة ما كانت هي فقط خط الحدود السورية العراقية، هي بتبدأ باستلام خط الحدود السورية العراقية، طلوع من التنف إلى البوكمال، بس وصلت على البوكمال بتكون القوات الكردية نزلت على البوكمال اللي هو آخر منطقة دير الزور، ومن هناك تنطلق القوتان باتجاه مسار نهر الفرات من يعني من دير الزور إلى طريق الرقة دير الزور، وهيك بصير الطريق مغلق على الجيش السوري نحو دير الزور، ومعركة دير الزور مع داعش بتخوضها هاتان القوتان، لأن دير الزور مدينة عربية لا يمكن للأكراد أن يخوضوا معركة تحريرها من داعش. فهي مهمة هذه القوة، هاي القوة من أول الطريق انشرت، يعني بعد لسه ما وصلت على الحدود السورية العراقية انفرمت، لم يبقى منها شيء، وحطوا لها الأمريكان خط أحمر، وجابوا قصف طيران، واستهدفوا الجيش السوري، واستهدفوا الحشد الشعبي بضغوط كردية وتركية وتهديدات أمريكية، وما نفعت. والآن طريق بغداد دمشق كما يقول أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي، فتحناه ولن يغلق، نقطة على السطر. والجيش السوري والحشد الشعبي على تواصل وتماس دائمين لتنسيق مواصلة إكمال هذا الخط الحدودي بين سوريا والعراق، بل الحشد الشعبي علنا عم بيقول معركة تحرير دير الزور لن نترك الجيش السوري وحده فيها، أصلا العشائر متداخلة للي ما بيعرفوا المنطقة، العشائر العربية هناك في سوريا نصها بالعراق ونصها بسوريا، يعني لما بيقول الحشد الشعبي هالكلام ما عم بيقولوا إنشاء عربي، هو عارف أنه يتحدث عن تعبئة العراقيين الذين ينتمون إلى ذات العشائر العربية المستعدة للقتال ضد داعش من العراق ومن سوريا، وهي وحدة، وجزء أصلا من السوريين كان عم بيقاتل في العراق وجزء من العراقيين سيقاتل في سوريا، يعني هاي العشائر واحدة وتتحرك ومرجعياتها واحدة وقياداتها واحدة وشيوخها واحدة. وبالتالي خط الحدود السورية العراقية ومعركة دير الزور سقطوا من ايد الامريكان، يعني هاي الميليشيا اللي عاملين لها معلف بالاردن شو بعد لها مبرر لحتى يهموا لحساب؟ لا بالعكس، الجيش السوري ان يكون هو البديل افضل مليون مرة، على الاقل عندها يعني عم بيبيعوا الأردن أمن على حدوده وفتح لخط الترانزيت التجاري الآتي من أوروبا إلى الخليج، ومثله مع الأتراك أنه شو بيبقى نفع درع الفرات وسيف الفرات وشو بعد له نزوم اللي التركي قاعد يعلفهم ويزبطهم ويسلحهم ويجهزهم من أجل لا شيء، لأنه إذا كان من أجل قتال الأكراد فهو لن يستطيع. معركة عفرين تعني دخول الجيش السوري إلى عفرين من آخر الطريق
والتفاهم قائم على هذا الموضوع، والأمريكان موافقين. حقول النفط والغاز تتسلمها سوريا حتى بمناطق الأكراد الآن. خلاص الأمور لما بتركب على مستوى كبير بتصير هاي كلها تفاصيل، وبالتالي عفريني بيسلم الجيش السوري بيقدر يفوت عليها الجيش التركي أو درع فرات أو سيف فرات أو مدري شو اسمه أو خنجر، انتهى موضوعها. لذلك شو بيعمل فيهم هون؟ بدوا أمنه على الحدود، أمنه بيعملوا إياه الجيش السوري. بدوا الأكراد ما يكون عندهم خصوصية، الجيش السوري بيعطي هذه الضمانة، خصوصية أمنية وعسكرية عم بقصد. أما سائر الخصوصيات المقبول بها ضمن دولة موحدة فكلها أكيد واردة وقيد النقاش، والأكراد أعتقد أنهم باتوا يدركون الآن بأن عبثية التفكير بالانفصال وبالدولة يعني انتهى زمانها. وبالتالي إذن واضح أنه في الموضوع المتصل بالحدود السورية العراقية أو بالمجموعات المقيمة في الأردن تحت الرعاية الأمريكية، كما بالحدود الجنوبية من جهة الاحتلال الإسرائيلي ورؤية إسرائيل لكيفية إدارة أمورها، تركيا كذلك ما عندها بدائل. الأكراد شو عندهم بديل؟ إذا كان الأمريكي راهن أنهم سيستطيعون إنهاء معركة الرقة، طيب الآن الرقة منقسمة ثلاث أتلات كمحافظة وكمدينة، يمكن كمدينة لا نصين بس كمحافظة هي ثلاث أتلات، تلتها مع داعش، تلتها مع قوات سوريا الديمقراطية، وتلتها مع الدولة السورية والجيش السوري، واللي نصيبه عم يعلى هو الجيش السوري مش اثنين الآخرين. يعني عم ينزل نصيب داعش وعم ينزل كنسبة مئوية نصيب قوات سوريا الديمقراطية، لأن النسبة التي يتوسع فيها الجيش السوري متسارعة. يعني إذا الرقة مثلا 20,000 كيلومتر مربع، الجيش السوري معه منها 7,000، بكرة بتفيق معه 8,000، بعد بكرة بتفيق معه 9,000، فبصير نسبة ما يمثل أعلى حتى من قوات سوريا الديمقراطية. داعش عم ينقص، قوات سوريا الديمقراطية عم بيزيد ببطء، الجيش السوري عم بيزيد بسرعة. وبالتالي إذا الأمريكي عم بيراقب ومعني بأنه يقول وين المعركة القادمة مع داعش، بيطلع معه بدير الزور وبالميادين. طيب إذا جماعة أبو أحمد العبدو وجماعة الجيش السوري الجديد وجماعة بركان حوران ما وصلوا بعد على الحدود السورية العراقية، من هي الجماعة العربية التي ستخوض الحرب في دير الزور والميادين؟ جواب صفر، في الجيش السوري وبس. والروس على كل حال كاتبين الموضوع كمحللين، يعني انه المعركة القادمة الفاصلة بين الموصل والرقة، صحيح الجيش العراقي والحشد انه الموصل، صحيح انه الرقة سينهيها قوات سوريا الديمقراطية، لكن الصحيح هو ان انهاء داعش في سوريا والعراق سيتم في دير الزور والميادين، وسيكون على يد الجيش السوري بدعم روسي جوي فضائي. هذا كلام قاله نائب رئيس الأركان الروسي في حوار مع أزفستيا الروسية، وبناء عليه انه هاي المنطقة الامريكي بيعرف بانه ما عاد في عنده عضل جنده لخوض الحرب فيها، داعش صار موجود هناك والمعركة الفاصلة مع داعش ستكون هناك. طيب واذا المعركة الفاصلة مع داعش هناك والجيش السوري بالحسكة والجيش السوري على الحدود مع العراق والجيش السوري في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي لدير الزور وبيقلب دير الزور، وهلا اصلا الريف الغربي لدير الزور صار الجيش السوري فايت فيه، طيب من سيخوضها؟ الجيش السوري. شو بيقدروا يقولوا للأكراد إذا قالهم ما عاد في منطقة متصلة تقدروا تقولوا هاي منطقتكم؟ الرقة نصها مع الجيش السوري، الحسكة نصها مع الجيش السوري، دير الزور كلها راح تصير مع الجيش السوري، بصير سقف عفرين بده يحمي لكم إياها الجيش السوري. إنه بصير سقف الحلم الكردي بهالحالة الاندماج في معادلة الدولة السورية والحصول على بعض الامتيازات وبعض المكتسبات وبعض الحقوق طبعا، وهذا الدولة السورية من فتح عليه. وبهذه الحالة إذن العناصر المكونة للتحفظات الأمريكية حول أن يكون الجيش السوري هو العنوان الأمني العسكري القادم لسوريا زالت، ما عاد بيقدر. وخاصة انه الجيش الامريكي كل خلفيته لا خيفان عهول ولا خيفان من هول، حساباته كانت انه هذه الخصوصيات اذا بقيت على قيد الحياة تبرر بقاؤه، بس اذا داعش زائل وزائل بقوة الجيش السوري حلفائه وهول مش قادرين يلعبوا دور وبدون ينزولوا حكما بزوال داعش، يعني هو زائل حكما بزوال داعش، لذلك ليش ما يرسمل على العلاقة مع القوة الباقية؟ وهذا عقل الأمريكان هيك،
فكر باللي جاي مش باللي راح. طيب هذا المسار الثاني. إذا المسار الدولي واضح أنه يتجه نحو إطار يشرع وحدة الدولة السورية، عودة قيامتها، رئيسها، جيشها، هذا الإطار الدولي. الإطار السياسي، الإطار العسكري، عودة ظهور الجيش السوري كقوة أحادية، عمود فقري لأمن سوريا ومستقبل الحضور العسكري فيها، مع الرئيس السوري عنوان للاعتراف. طيب نجي هلأ للمسار السياسي. عندنا مسار دولي، عندنا مسار عسكري، عندنا مسار سياسي. طيب بالمسار السياسي شو بده يصير بجناب، وشو بده يصير بأستانا، كيف بدها ترجع تركب الأشياء؟ وهو جماعة مؤتمر الرياض اللي نازلين يعني يخرطوا خطابات انه لا مش صحيح اللي عم بيقوله السفير الروسي بجنيف، انه عم نعيد النظر نحن وغيرنا موقفنا. ابدا نحن ما غيرنا موقفنا. يعني يا ريت طلع معه حق انكم غيرتوا موقفكم، لانه ده بيكون فال خير انكم بتفهموا. يعني ببلش الواحد يتفائل او يعيد النظر بتقييمه لكم كاغبياء. اما وقد نفيتم، زدنا قناعه انكم اغبياء، لانه اغبى من هيك الله ما خلق. تعالوا نعمل كشف حساب نحن وياكم يا عم، فرجونا انتوا عشو مستندين، فرجونا. انتوا كنتوا عم بتقولوا انه نحن ننتظر تبلور الاستراتيجية الامريكية الجديدة مع ترامب، وعنا امل فيها انه موقفها لا حل ببقاء الرئيس الاسد، وانه فرنسا اللي ما قدر يزمط فيها لا لوبان ولا فيون، ماكرون حاسم قاطع هو انتماء لذات الخط السياسي اللي انتهجه هولندا، ولا رح يصير عنا جو غربي داعم لمعادلتنا، سيعود لجنيف قيمة بلجم الاندفاع الروسي بتبني بقاء الرئيس الأسد إلى جانب إيران. مش هذا كان خطابكم؟ يا عم ارجعوا اسمعوا شو قلتوا من 4 أشهر ومن 5 أشهر ومن 3 أشهر وحتى من شهرين. طيب تبلورت الاستراتيجية الأمريكية يا شباب، وتبلورت الاستراتيجية الفرنسية يا شباب، سامعينها والله مش سامعينها؟ سامعين ماكرون عم بيقول انه لا بديل شرعي للأسد ولا بد من التعاون معه في الحرب على الإرهاب؟ سامعين ما كتبته الواشنطن بوست بعد لقاء بوتين ترامب، تقول بأنه ترامب ذهب بناء على استراتيجية جديدة عنوانها الاعتراف ببقاء الأسد؟ سمعتوا ماكرون عم بيقول بحضور ترامب أنه الحل السياسي في سوريا لم يعد التفاوض على الرئاسة جزءا منه؟ طيب تبلورت الاستراتيجية الفرنسية والاستراتيجية الأمريكية، وصاروا متفقين مع الروس وقاعدين بحضن واحد، وعم ببلشوا يخططوا لمجموعة اتصال دولية جديدة. شو استراتيجيتكم انتو؟ انا بفهم تقولوا نحن هذا موقفنا وما بدي ناقش خلفيتكم فيه، عظيم، هذا موقفكم. ادواته لازم تكون بالميدان عندكم شيء، وبالسياسي عندكم شيء. بالسياسي تركيا ما عادت جزء من داعميكم، يعني تركيا اليوم اجر بالبور اجر بالفلاحة، بس حساباتها بذاتها، مين بيجيب لها جواب على الموضوع الكردي فهي بتمشي معه، فحيدولنا اياها على جنب. كان عندكم اسرائيل والسعودية، في غيرهم يا شباب، مراهنين على امريكا وفرنسا على اساس مع اسرائيل والسعودية. لما بتركب امريكا وفرنسا بصير في شيء له طعم، والله كنا بنفهم عنادكم ساعتها. اما بعد الموقف الفرنسي والامريكي، واضح انه الاسرائيلي ما عادت معركته، صارت معركته امنه الحدودي، مثل ما احكينا معادلته هي مين بيجي بيعطينا وعد كاذب وبينهيلنا حرب فاشلة وبيمنع الاحتكاك، مثل ال 1701 طلع لهم تفاهم امريكي روسي. واضح انه مش بالصدفة طلع، واضح انه الامريكي يعني اولا امن اسرائيل، وثانيا يعني ان يسوق داخل الرأي العام الأمريكي تفاهم مع روسيا، لنازلين في سلخ أنه هو متهم بأنه هي جابته بالرئاسة، بسوقه تحت عنوان شأن لخدمة إسرائيل. ولذلك إذا إسرائيل ما عادت عندها قضية مراهنين على السعودية. طيب قلنا ورح نرجع نعيد، طيب السعودية شو عندها؟ السعودية اليوم بدها رضا الأمريكان ولا الأمريكان بدهم رضاها في موضوع قطر؟ يعني المعركة على قطر هل لا زال ظاهرا أنها معركة أمريكا أم معركة السعودية؟ وإرضاء الأمريكان هو بممانعتهم بسوريا ولا بالقول تعون قايد يا أخي حمونا بقطر منتخلى عن التدخل بسوريا؟ حتى مع الروس إذا إجوا السعوديين ومضغوطين بموضوع قطر وشاعرين بأن روسيا داعمة موقف قطر، شو الورقة اللي عندهم يقايدوا فيها مع الروس؟ وأيهما أولى بالنسبة للسعودية، قطر واليمن ولا سوريا؟
خلاص سوريا اصلا صاروا براتها على الاقل بالمعنى السياسي كورقه سياسيه. وانه هاي السعوديه بيقدروا يبيعوا بعدهم. شو عندهم يبيعوا السعوديين؟ عندهم يبيعوا راسكم انتم. انه يقولوا خي تخلينا عن جماعه الرياض نحن. نحن يبقى الرئيس الاسد ما عاد عندنا مشكل. هاي بيقدروا يبيعوها للروسي مثلا يخفف دعمه لقطر، بيقدروا يبيعوها للامريكاني يزيد دعمه لهم ضد قطر، بيقدروا يبيعوها للبريطاني ليقولوا له خيرناك بيننا وبين قطر، بيقدروا يبيعوها للفرنسي بس يقاتلوا كرمالكم ليعملوا معركه مع الامريكان ومع الروس ومع باي قوه. هاي السعوديه تكسرت رماحها، خلصت مصرياتها، معنوياتها صارت بالحضيض، سمعتها زفت، ما عادت تلك الدولة التي يقام لها الحساب وهي الدولة المرجعية. هيا الأقصى صار في اللي صار، حدا تنفس للسعودية؟ حدا عمل حساب بيزعلوا السعوديين وبياخد على خاطرهم؟ هو اللي ملكهم بده يصلي بالمسجد الأقصى؟ هن راكدين يردوا الإسرائيلي كرمال يضل واقف معهم ومساندهم عند الأمريكان. فهي السعودية يعني هاي مثل اللي قال له جبنا الأقرع عليه ونسنا كشف عن قرعته فزعنا. يعني شو عنده السعودي بعد انه يقدم لك يا جماعة الرياض؟ بدك تعتمد على اللي عندك. عظيم. شو عندك انت يا حبيبي؟ انت قبل 3 سنين او 4 سنين كان فيك تدعي، لانه كانت مثل ما بيقولوا في عباية اسمها الجيش الحر وتحت منها الكل مخبى، داعش والنصرة والقاعدة وجيش الاسلام وكتائب مسمايه كل وحدة وفيلق الرحمن وكله، بس شو اسمه؟ جيش حر. فكنت توقف وتدق ايدك على صدرك انت مجلس اسطنبول او ائتلاف الدوحة او مؤتمر الرياض وتقول هاي عسكرنا معنا 3/4 الاراضي السورية والجيش السوري معه المدن، طبعا فيها اكثر من نصف السكان، لكن كنت تقدر تتبهور وتقول معي جغرافيا سورية. اليوم فيكن تعدولنا يا جماعة الرياض انتو عكم شبر بسورية بتمونوا؟ بس هيك اعطونا وين مثلا بها المنطقة هاي تابع لجماعة الرياض. مين بالجنوب؟ الامريكان معتبرينهم جماعتهم. طيب طلعوهم من تحت راس الامريكان وقولوا هولي جماعتنا، شقوا عصا الطاعة على الامريكيين، هلا اعلنوا وقف نار الامريكان، يقولوا نحن مش ملتزمين، وطالما معتبرينه مؤامرة يا اخي انتفضوا على المؤامرة. بتقولوا لا يجوز وقف النار في الجنوب، في ملغوطة تحترق والجيش السوري يتقدم وقد يسقط جوبر بين ساعة واخرى عظيم. ولكن الغوا وقف النار بالجنوب وبينوا ان انتم مشتقلين وانه مش راضيين باللي عم يعملوه الامريكان. طيب وين عندكم؟ لك حتى بالغوطة ليش الكن نص نصرة ونص التاني جماعة السعودية اللي مش عارفين كيف بدهم يدبروا راسهم بحل؟ وين عندكم؟ بالشمال عندكم انتم درع الفرات، انتم سيف الفرات. طيب هذا بايد الاتراك، بكرة كوعوا الأتراك ومشيوا، أنتوا وين بتروحوا؟ يعني القوة التي تستندون إليها أن بيدكم جزء من جغرافيا سورية، عندما تتقدم التسويات تحت عنوان التسليم ببقاء الرئيس السوري وأحادية سيطرة الجيش السوري، وين المنطقة الجغرافية التي ستشقون عبرها عصا الطاعة على هذا التفاهم؟ محل واحد، حيث النصرة. انه النصرة بتشق عصا الطاعة، بتقول انا مش بعترفي بهذا الاتفاق، بتطلع بتقول هي شايفين هون هون احنا مثل ما لكم بالعادة، لكم الصورة على اكتاف قوة اخرى. لكن هذا الكذب ما عاد يمرق على حدا. انتم قوة تافهة هامشية اصلا، اذا لكم محل بالتفاوض كان مصدره انه انتم تعطوا المسوغ لتسويات الدول، اما وان الدول ذاهبة الى التسويات وعم تمتعوا رح يكبوكم على اول مفرق. وأنا بلكم من هلأ المعادلة الجديدة للوفد التفاوضي محلكم فيها أفراد، يعني اللي منكم بيمشوا بيبقوا واللي منكم بعنده بيكبون برا. وهذا اللي بيخلينا نقول أنه في مسار سياسي الآن قيد الاشتغال عم تتعاون عليه الدول. الروس بهم منصة موسكو، رح يفرضوا قدر جميل بالوفد المفاوض بأيلول، عليكم خير. الأمريكان همينهم الأكراد، رح يشرف صالح مسلم على الوفد المفاوض، دخلك إذا إجا قدري جميل وصالح مسلم صاروا بالوفد المفاوض، وإذا الفرنساويين جابوا هيثم مناع شو بيعود يبيع نصر الحريري ورياض نعسان ورياض غفيان؟ ومين بيعود يعمل لهم حساب؟ ما تقولولهم وين بتمثلوا. والجماعات التابعة كل واحد لمعلم رح يجيب معلمه من يمثله. التركي بيقول أنا فلان
والأمريكي بيقول أنا فلان، هون بصيروا هني الوفد المفاوض. من هيئة التفاوض أكيد الأمريكان عندهم ناسهم ما بتسمع وبتشوف إلا وبطلوا وغيروا وقلبوا ومعودين ألف قلبي ولا غلبي. وبالتالي إذن المسار الثالث حتى نعيد الأمور إلى نصابها هو مسار فك وتركيب أجسام المعارضة الآن لموائمتها وملائمتها مع مقتضيات مصالح الدول التي صنعتها. هو ما حدا مولن وما حدا سلحن كرمال انه والله حابب حقوق الانسان بسوريا. حدا بحب حقوق الانسان بسوريا عبر البوابة السعودية يعني وبس مؤتمر الرياض؟ ما هني قصد ليذلوكن عملوا لكم مؤتمركم بالرياض. والله لو معبرينكن عملوا لكم المؤتمر بفرنسا. لا تقدروا تخطبوا بالديمقراطية وتطلع الناس على شعلة فرنسا الديمقراطية، تحكوا بحقوق الانسان تقول الناس يا عمي هاي فرنسا. بس في بعد اهانة واذلال للمعارضة السورية اكبر من أن تجبر على أن تعقد مؤتمرها بالرياض، لأنه عنوانها حقوق إنسان وديمقراطية بأسوأ دول العالم علاقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لتكون الفضيحة مبينة من العنوان. وين هن؟ بالرياض. رياض وحقوق إنسان، رياض وديمقراطية، بلا مزح. وقبلوا الله لا يقيم جنبهم. والآن هم إلى أين؟ على طريقة وليد جملاط، إلى أين؟ إلى التقوقع. شيك بيقول وليد جملاط تقوقع، راحين على التقوقع الشباب. ومسار المعارضة إلى فك وتركيب. لنرجع نلم هالعناصر مع بعض. فإذا أستانا مكمل، بس مكمل كإطار تقني، يعني مكمل، ما عاد هو مسار سياسي له وظيفة بناء بديل عن المجموعة الدولية والإقليمية التي ولدت في مسار فيينا. عدتوا سمعتوا شيء بمسار فيينا؟ خلص ما عاش لزوم جامع 20 دولة، ما عاش فيه المبرر. كان مسار أستانا ليقول للأمريكان بتمشوا بالحل نحن ناطرينكن، ما بتمشوا نحن ما رح ننطركن، هاي الأتراك جهزوا ومعهم هلأ الأردن جبناه. كان هاي هي معادلة أستانا اللي عم بتقول إما سيف الحسم العسكري وإما الحل السياسي بشروطنا، بشروط روسيا وإيران وسوريا والمقاومة. هذا كان في زمن أن الأمريكي منكفئ، أن الأمريكي مبتعد. عندما دخل الأمريكي في اللعبة وبدأ يضع خطوطه الحمراء وبدأ يضع بدائله وثم تتهاوى وتتساقط من الرهان على الفوضى إلى الرهان على سيطرة داعش إلى الرهان على التقسيم إلى الرهان على دحرجة داعش، كله راح إلى خط أحمر على الحدود السورية العراقية إلى 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 وصل إلى الخيار، إما اللي هو الخيار اللي كان قبل أستانا اللي وصلوا له الأتراك واللي بيقول إما حسم عسكري تسيطر فيه الدولة السورية مع حلفائها على كامل الجغرافيا السورية، وإما ارتضاء انتشار الجيش السوري وتسلمه للجغرافيا السورية بتسوية. مش بس مش الأمريكي فيها، أستانا خلص، لأن وظيفة أستانا السياسية تنطلق من أن الأمريكي كان خارج الاستعداد لتقديم تغطية للتسوية، وكان الرهان الأمريكي ألا تسوية تبقي الدولة السورية منقسمة ضعيفة عاجزة وتبقي إمكانية حرب الاستنزاف قائمة، وأنه أنا أخي تسوية بدها تضر بأمن إسرائيل وتسوية بدها تربح إيران، ماني مضطر أعطيها شرعية، طالما قادر امنع حدوث التسوية. لما صار البديل لمنعه لحدوث التسوية هو السيطرة العسكرية الكاملة لسوريا وحلفائها، رجع للتسوية. لما الأمريكي بيرجع للتسوية ببطل مبرر منح حلفائه فرص الانفصال عنه، لأنه ما بيعود لهم قيمة، فرصتهم ما عرفوا يستعملوها. يعني إذا فكرنا هيك شوي بهدوء وقلنا شو الفرص اللي انعرضت على السعوديين مثلا، تذكروا بال2013 بال2015 عفوا بتموز لما التقى محمد بن سلمان مع اللواء علي مملوك بوساطة روسية، تتذكروها؟ قبل 3 شهور من مجيء القوات الروسية إلى سوريا اللي اجت ب 30 أيلول 2015، ما كانت فرصة للسعوديين ليعملوا تفاهم يكونوا في جزء من رعاة الحل في سوريا؟ وأنا بلكن وقتها هذا 2015 بزمن كانت إدارة الرئيس أوباما تتمنى أن يحدث هذا، لأنه جزء من تعقيدات إدارة أوباما في الذهاب للحل السياسي مع الروس كان هو أنها لا تريد أن تغضب حلفائها.
لو عرف السعوديون كيف يستثمرون هذه اللحظة شو كان صار. وطبعا عم نحكي 2015 كان صار التفاهم على الملف النووي، عم نحكي يعني كانت مبين المتغيرات وين رايحة. هذا بعد التفاهم النووي بعشرين يوم يمكن صار اللقاء، وأضاعت الفرصة السعودية وطلع يخطب محمد بن سلمان على لسان مصدر مسؤول سعودي ونشرته جريدة اللواء في لبنان، وقال انه اللواء نشرته قامت اخذته العربية عن اللواء على اساس انه هذا ما خصه محمد بن سلمان فيه، وظلت الطنطن فيه. شو بيقول الكلام؟ انه اردنا ان نعري النظام السوري امام حليفه الروسي وقد نجحنا في ذلك، وسترون النتائج قريبا. على اساس نرى النتائج قريبا، واذ النتائج قريبا هي عاصفة السخوي وقرار الرئيس بوتين ب إرسال قواته إلى سوريا. فهذه فرصة ضائعة، فرصة عمر، فرصة تاريخية لن تتعوض. الأتراك ما إجتهم فرصة تاريخية، فتح مسار أستانا بعد تحرير حلب وهزيمة تركيا ما كان فرصة للأتراك لو أخلصوا النية وتصرفوا أنه تعالوا نحل مشكلة النصرة وتعالوا نحل مشكلة الجماعات المسلحة ويستلم الجيش السوري حتى الحدود مقابل أن المسألة الكردية في عهدة الجيش السوري. ما كانت تركيا من الجالسين الآن على ضفة الرابحين؟ طيب الأكراد يوم منبج بعد التهديد التركي ودخل الجيش السوري وأخذ موقفا وفتح خط القامشلي إلى دمشق وفتح المجال لجرحى الوحدات الحماية في المستشفيات السورية، بشو قوبل؟ بالصفقة مع داعش للانسحاب من الرقة إلى البادية؟ ما خسروا فرصة تاريخية؟ يعني لو كملوا الأكراد من وقتها انه هاي الدولة السورية ايدنا بايدك، نحن وياكي من قاتل بدير الزور، نحن وياكي من قاتل بالرقة، نحن وياكي بتحمي عفرين، وبالاخر الحوار بيناتنا هو الذي يمكن ان يؤسس لحل مستقبلي في سوريا. لو اشتغلوا هيك ما كانوا اخذوا فرصة تاريخية. طبعا مش عم اقول هلا لا الاتراك يعني في تصفية حساب، لا، بس هلا وين وضعهم وشو كان رح يكون وضعهم لو عرفوا يستثمروا تلك الفرصة. الأكراد نفس الأمر، مكانهم ببلدهم محفوظ والحوار معهم قائم وسيتوسع أكثر، لكن وضعهم كان أفضل بكتير لو عرفوا يستثمروا تلك اللحظة وتلك الفرصة. وبالتالي بالحساب مين اللي رسمل على الجيش السوري؟ مين اللي رسمل على العلاقة مع الدولة السورية؟ مين اللي رسمل على الثقة بالرئيس السوري؟ الروس، الإيرانيون، المقاومة. ولذلك هؤلاء الأطراف هم الذين يقفون الآن على ضفة الرابحين. يعني تعنوا أرى هيك الخط البياني من بداية الأزمة السورية والحرب على سوريا لليوم، بيطلع معنا أنه من 2011 لل 2013 في خط نزول للدولة السورية، 2013 ل 2015 في خط مراوحة في المكان، من 2015 في خط صعود للدولة السورية. صح؟ هذه الصورة هيك، وهذا الصعود بلش هيك، هلأ صاير هيك. بناخد ما بيلو رأس الحربة في الحرب على سوريا، مين بتكون؟ تركيا. من 2011 لل 2015 هيك، بال 2015 بلش هيك ونزول. إسرائيل كمان كان هيك ولا عنزول. السعودية حدث ولا حرج، مالهم خلص، عسكرهم مستنزف، سمعتهم بالأرض، وزنهم بالعالم وقدرتهم على التأثير صفر، قدرتهم وفعاليتهم ومقبوليتهم أمام الرأي العام الفلسطيني العربي السوري زفت. وبالتالي إذا بدنا نشخص ونقيم من يربح من يخسر، المعادلة واضحة ولا نقاش فيها. واضح من وعد سوريا بالموت القريب أنه يحتضر، وواضح أن سوريا التي قيل أنها ماتت منذ زمان تنتصر. نصل هنا أعزائي إلى نهاية هذه الحلقة من 60 دقيقة مع ناصر قنديل، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع.
مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. 60 دقيقة مع ناصر قنديل.